بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، طه الذي عم الألام بفضله، ساد النبيين الأولي من قبله، من لم يصلي عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، سيد الثقلين، إمام القبلتين، صاحب قاب قوسين، حبيب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين الحسن والحسين. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين وبعد. مستمعي الكرام، أيها الإخوة الموحدون، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله عز وجل أن يوفق قارئنا الليلة فضيلة الشيخ القذافي عبد الرحمن عبد الشافي ليحيي حفل الزواج للأستاذ أحمد كحلاوي طلعات على حفيدة الحاج عرفات عز الدين نصر الدين أبناء عمومة آل سلام. ندعو الله أن يوفقهما وأن يخرج من بين أصلابهما من يعبد الله ويوحده، من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الزواج سنة عظيمة من سنن الإسلام، فيها أي هذه السنة ما فيها من العفاف والطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف كما يكون في المرأة يكون في الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة رجل عفيف متعفف ذو عيال. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الإسلام أراد أن تكون الأسرة أسرة متماسكة عفيفة طاهرة توحد ربا وتصلي فرضا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا حذر الإسلام من الاختلاط، لأنه يودي إلى الرذيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إذن كيف النجاة؟
بالزواج الشرعي الصحيح. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقف خطيبا فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع رجل لا يحل لها كأب أو خال أو عم. فوقف رجل فقال: يا رسول الله اسمع معي، يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، يعني تحج بيت الله الحرام، قاصدة بيت الله الحرام، وإني يا رسول الله افتدت في غزوة كذا، يعني الزوجة ذاهبة إلى الحج وأنا مشارك بالجهاد في سبيل الله. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب هذا الرجل أمام أمران: إما أن يقوم بالجهاد في سبيل الله أو يسافر مع الزوجة، فماذا عساه أن يصنع؟ وأنت تعلم جيدا قدر الجهاد في سبيل الله، إما الجهاد وإما السفر مع المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. شوف، قال يعني اترك الجهاد واذهب، لا تترك الزوجة تسافر منفردة، لأن هذا الأمر يتأتى منه المشاق والرذائل والفتن، فالاختلاط باب من أبواب الفتنة. ليس هذا فحسب، بل جاءت أم حميد الساعدية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أريد أن أصلي معك في مسجدك. عرض الصلي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم منزلة عالية وقدر عالي وأمان عالية وأمور عظيمة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتي في مسجدك. يعني أعظم الأعمال أن تصلي في بيتها، في قعر دارها، في حجرتها، لتختفي من الأعين ولتختفي من الأبصار. ولم لا؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حبه وحب آل بيته وحب الصحابة الأجلاء، وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الأجلاء وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لا أطيل، بعد قليل سنستمع إلى القرآن الكريم، إلى كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدأ بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية